فلا تنسى أن تشاركنا في التعليقات عن عدد الألغاز التي استطعت أن تحلها بشكل صحيح. والآن نبدأ باللغز الأول. هذا اللغز هو لغز بسيط لتنشيط العقل. قررت الجدة أن تعد شطائر التفاح لأحفادها، ولكنها لا تعلم عدد التفاح الموجود لديها في المطبخ. هيا يا صديقي ساعد الجدة، انظر إلى الصورة جيدا، ما هو عدد التفاح الذي وجدته في المطبخ؟ بالفعل الإجابة الصحيحة هي 8 تفاحات. اضغط على علامة الإعجاب إذا كانت إجابتك صحيحة، وأيضا أخبرنا بالأسفل بالتعليقات كم تفاحة وجدت بكل صدق. رقم 2، ظل أحد الغواصين طريقه تحت الماء وهو يجري بحثا عن الكهوف الموجودة، ولم يكن لديه سوى اسطوانة أكسجين تكفيه لمدة 3 ساعات تقريبا، وأمامه 3 أبواب للنجاة. خلف الباب الأول تنتظره سمكة قرش كبيرة، وخلف الباب الثاني ينتظره تمساح، أما خلف الباب الثالث يوجد بركان ثائر. فما هو الباب الأكثر أماناً الذي يستطيع الغواص أن يخرج منه لإنقاذ حياته؟ الباب الأكثر أماناً للغواص هو الباب رقم 2، لأن التمساح لا يستطيع أن يمكث تحت الماء أكثر من 2 ساعة، واسطوانة الأكسجين تكفي 3 ساعات، فعلى الغواص أن ينتظر حتى يصعد التمساح، وبعد ذلك يخرج هو إلى حريته. أتوقع يا أصدقائي أن هذا السؤال يتطلب ثقافة عامة، لذا إذا كانت هذه المعلومة جديدة لك، اذكرها بالأسفل بالتعليقات. رقم 3، هنا ينتظرك لغز من الكاتب الكبير ليف تولستوي. فالكثير لا يعلم أن تولستوي كان أستاذاً ومحباً لطرح الألغاز المثيرة على تلاميذه، فاستمع جيداً. كان هناك بائع يبيع قبعة سعرها 10 جنيهات، أتى مشتري كي يقيسها فوجدها مناسبة وقرر شراءها، لكن لم يكن لدى المشتري سوى ورقة مالية واحدة من فئة 25 جنيه، والبائع لم يكن لديه نقوداً كافية كي يعطيه الباقي، فأرسل الصبي بالورقة ذات 25 جنيهاً لفكها إلى فئات أصغر، فذهب الصبي وعاد بورقتين من الفئة 10 جنيهات وبورقة واحدة من فئة 5 جنيهات، فقام البائع على الفور بإعطاء القبعة والباقي للرجل البالغ قيمته 15 جنيهاً. بعد مضي بعض الوقت تأتي جارته وتقول له إن الورقة التي من فئة 25 مزورة، وطلبت منه أن يعطيها النقود، فعاد البائع إلى خزنته وأعطاها 25 جنيه. انتبه جيدا للسؤال، ما هو المبلغ الذي خسره البائع بما في ذلك ثمن القبعة؟ الحل سيكون لديكم مختلف بالطبع، فمنكم من يقول إن البائع خسر 10 جنيهات أو 15 جنيه أو 25 جنيه أو 40 جنيه أو ربما 50 جنيه، لكن الإجابة الصحيحة هي أن البائع خسر 25 جنيه، وسأخبركم لماذا. لأن البائع أعطى للمشتري 15 جنيه من جيبه الخاص بالإضافة إلى القبعة التي تساوي 10 جنيهات، أما الجارة فمن الممكن عدم أخذها في الاعتبار لأنه أخذ منها 25 جنيهاً وأعطاها المبلغ ذاته، أي أن الإجابة الصحيحة هو أنه فقد 25 جنيه. لا تنسوا أن تكتبوا الحل الذي توصلتم إليه في التعليقات. رقم 4، تخيل ذات مرة أنك هربت ليلاً من أحد مصاصي الدماء، لكنك لم تفلح ووجدت نفسك محبوساً داخل غرفة بها 3 أزرار. إذا ضغطت على الزر الأول فسيضرب البرق مصاص الدماء، وإذا ضغطت على الزر الثاني
فتسلط العدسات الأشعة الحارقة عليه وتقتله في الحال. أما إذا ضغطت على الزر الثالث فإن الغرفة ستمتلئ بالكنوز من الذهب والفضة والألماس. لديك فرصة واحدة لتضغط على زر واحد فقط، فأيهما تختار كي تنقذ نفسك؟ البرق يا صديقي لن يساعدك، لأنها لن تقتل مصاص الدماء، كما أن العدسات لا جدوى من ورائها، لأن اللغز يحدث ليلاً. لذلك الإجابة الصحيحة هي الزر الثالث، لأن الذهب والفضة سيخيف مصاص الدماء، وبذلك تستطيع الهرب. رقم 5. تخيل لو أنك على جزيرة غير مأهولة بالسكان، والنيران تشتعل في عشبها الجاف في أحد أطرافها، والرياح تدفع النيران باتجاهك. من ناحية أخرى لن تستطيع القفز في الماء، لأن الماء مليء بأسماك البيران المستعدة أن تهجم عليك وتلتهمك في الحال، لدرجة أنك لا تستطيع أن تغرف شربة ماء بيديك. فكيف يمكنك أن تبقى على قيد الحياة في هذا الموقف؟ يجب عليك أن تكون لديك سرعة بديهة عالية كي تبقى على قيد الحياة. في البداية عليك أن تأتي ببعض العشب اليابس وتشعل النار، وبعد ذلك أن تقوم بحرق الطرف الآخر من الجزيرة. هذا يبدو جنونياً، لكنه السبيل الوحيد لإنقاذ نفسك، فعندما تشعل النار في الطرف الآخر الصغير من الجزيرة يجب عليك أن تسرع في إطفاء النيران المشتعلة به، ولأنها بقعة صغيرة يمكنك أن تطفئها بقدميك. الآن هذا الجزء أصبح في مأمن، لأنه وفقا لقوانين الفيزياء عندما تلتقي النيران الرئيسية بفعل الرياح مع جزء قد تم إطفاؤه مؤخرا سوف تتوقف، لأنه لن يتبقى شيء من العشب لتلتهمه. الآن الرقم 6 من الألغاز. كان أحد المتاجر الكبرى يشكو من وجود حالات سرقة متكررة لبضائعه، إلا أنه تم الاشتباه في 3 سيدات حوامل، والمحقق يعتقد أن إحداهن ليست حاملاً على الإطلاق، وتستخدم اللباس الفضفاض كستار كي تخفي البضائع المسروقة تحته. فهيا يا صديقي وصديقتي ساعد المحقق لمعرفة السيدة التي تدعي أنها حامل، ولكن ذلك كذباً لكي تسرق. جميع النساء لديهن بطن منتفخة إلى حد ما، وهذا يعني أن مدة الحمل لدى كل واحدة منهن كبيرة، لكن من غير المنطقي أن ترتدي امرأة في مثل هذه المرحلة المتقدمة من الحمل الكعب العالي، حيث من المعروف أنه من الصعب على المرأة أن تمشي وهي حامل حتى في أكثر الأحذية راحة للقدم، وهذا يعني أن المرأة التي ترتدي الكعب هي التي تسرق البضائع. هذا اللغز يحتاج إلى قوة الانتباه. رقم 7 هي قصة إجرامية حدثت في الخمسينيات من القرن العشرين، حيث أرادت زوجة أحد مديري البنوك أن تقتل زوجها كي تحصل على ثروته، فانتظرت حتى ذهب زوجها في مأمورية عمل، فجمعت له حقيبة السفر ووضعت مظروفا بجوار ثيابه، وطلبت منه بأن يرسل لها خطابا في هذا الظرف فور وصوله، وبالفعل نفذ الزوج ما طلبته زوجته، وصل إلى الفندق وكتب خطابه لزوجته وأغلق الظرف وأرسله لها، لكن الزوجة علمت بمقتل زوجها عندما استلمت هذا الظرف، فكيف قتلت الزوجة زوجها؟ الإجابة الصحيحة يا أصدقائي، عليك أولاً أن تبلل الجزء الذي تريد لصق الظرف به بلسانك كي تستطيع أن تغلقه، وكما هو المعتاد نفعل ذلك بألسنتنا،
وبهذا يتضح بأن الزوجة قامت بدهن الجزء اللاصق بالسم ونجحت خطتها المشؤومة. رقم 8. وقع أحد الفرسان في الأسر في كهف مظلم تحت الأرض، ولم يكن معه سوى الشمعة هي مصدر الضوء الوحيد بالنسبة له، ولكي ينقذ نفسه عليه أن يعبر النفق الموجود خلف أحد الأبواب الثلاثة التي اكتشفها داخل الكهف. فالنفق موجود خلف باب واحد فقط، وخلف البابين الآخرين لم يكن هناك سوى حائط من الطوب. لدى الفارس مفتاح يستطيع أن يفتح به أي باب، لكنه يستطيع أن يستخدم المفتاح مرة واحدة فقط، فكيف يتمكن الفارس من اختيار الباب الصحيح لإنقاذ نفسه؟ كما أخبرناكم يا أصدقائي بأن الفارس لديه شمعة يستطيع أن يقربها من ثقب كل باب حتى يرى أن لهب الشمعة بدأ يتحرك بفعل الهواء المنبعث من الثقب، وبذلك سيعرف الفارس خلف أي باب يوجد النفق. رقم 9. كان هناك شرطي يتبع أحد اللصوص المجهولين في يوم مليء بالأمطار، لكن الشرطي علم من مصادر موثوقة بأن اللص يختبئ في منزل على طرف القرية. عندما وصل الشرطي إلى هناك فتح الرجل له الباب وقال بأنه صاحب المنزل ويعيش بمفرده، وأخبره أيضا بأنه لم يخرج من المنزل منذ بضعة أيام، لذلك فهو لا يعلم أي شيء عن الجريمة أو عن الشخص المشتبه به. قام الشرطي بفحص المنزل وعلم أن الرجل يكذب، فكيف عرف ذلك؟ كما هو من المعلوم أن حل أي لغز يكمن في التفاصيل، حيث قال الرجل أنه لم يخرج من منزله منذ عدة أيام ويعيش بمفرده، لكن يمكننا أن نلاحظ في غرفته بقعة من الماء الموجودة أسفل مظلته. وعند وصول الشرطي كانت الأمطار تهطل بشدة، وهذا يعني أن الرجل هو المجرم أو أنه يخبئ المجرم في منزله. رقم 10. في الممالك القديمة كانوا يعتقدون أنه إذا شرب الرجل سماً فإن علاجه الوحيد هو أن يشرب سماً أكثر شدة، أي أن الترياق الوحيد لتناول السم هو أن تشرب سماً آخر أكثر سمية من الذي شربته. لذلك رغب الملك في امتلاك أقوى السموم حتى لا يستطيع أحد أن يسممه، ومن أجل تصنيع هذا السم دعا الملك إلى مقامه اثنين من أمهر الكيميائيين لديه وأمرهما بأن يصنعوا له سماً قوياً، وقام بتنظيم مسابقة يقوم كل من الكيميائيين بتناول السم الذي فعله الآخر، وبعد ذلك يتناول ما صنعه هو بيديه، وبالتالي ينجو الكيميائي الذي استطاع أن يخترع سماً قوياً. الكيميائي الأول كان يعلم أنه ليس بمقدوره منافسة الثاني، فلن يستطيع أن يخترع سماً قوياً، وبالتالي فهو يريد أن يعيش، لكن لحسن الحظ كانت لديه فكرة. بالفعل حان وقت المسابقة وقام كل من الكيميائيين بتناول سم الآخر، وبعد ذلك تناول السم الذي اخترعه، وبعد مضي بعض الوقت سقط الكيميائي الثاني الأكثر مهارة واحتفل الأول بالنصر. فما هي الفكرة التي راودت الكيميائي الأقل مهارة؟ عندما فهم الكيميائي الأول بأنه لن يستطيع اختراع سماً قوياً مثل الكيميائي الثاني، فكر سريعاً كيف ينجو، حيث قام بشرب سمه قبل انطلاق المسابقة، وبعد ذلك ملأ قارورته بالماء بدلاً من السم، لذلك لم يمت عندما تناول سم الكيميائي الثاني لأنه أصبح بالنسبة له ترياقاً، بينما تناول الكيميائي الثاني الماء والسم الذي اخترعه، وبالتالي لقي حتفه. اللغز رقم 11. أخرج من تلك الصورة الرمزين المتشابهين.
رقم 12. أمامك أربعة أبواب، لكن تستطيع إنقاذ نفسك إذا عبرت من خلال باب واحد فقط. خلف الباب الأول تبلغ درجة الحرارة 60 تحت الصفر. خلف الباب الثاني هناك عدد من أسماك القرش المفترسة. وخلف الباب الثالث غاز سام يكفي أن تستنشقه مرة واحدة لكي تموت على الفور. أما الباب الأخير فالشمس ساطعة والجو حار جداً لدرجة أنك لا تستطيع أن تخطو بقدميك على الأرض. فما هو الباب الذي يمكنك من خلاله أن تنقذ نفسك؟ هيا فكر جيداً وبتفاصيل هذا اللغز. قبل أن تختار الباب يجب أن تفكر جيداً كما قلت لك. خلف الباب الرابع الأرض ساخنة لأن درجة الحرارة مرتفعة جداً، لكن من المعروف أن الشمس تغرب ليلاً، فالذي عليك أن تفعله هو أن تصبر قليلاً حتى تغرب الشمس وتخرج من الباب الرابع. رقم 13. قرر المجرم أن يختبئ من الشرطي الذي يلاحقه في ملهى ليلي. وفي هذا المساء كانت هناك حفلة تنكرية. تتبع الشرطي المجرم وأوقف الحفلة وقام باستجواب كل الموجودين، وبمجرد النظر إلى البدلة التنكرية عرف الشرطي من هو المجرم ومن هو الزائر العادي للملهى الليلي. فكيف عرف الشرطي المجرم؟ المجرم يا أصدقائي هو رقم 2، فكانت الملابس لدى جميع الزائرين أنيقة وتليق بالحفلات التنكرية، لكن الشخص الثاني كما تشاهدون يبدو أنه ارتدى ملابسه في عجالة، فكان يرتدي قناع زورو وسترة مصاص الدماء، ويرتدي تحت سترته قميصا عاديا عليه صورة باتمان. هذا الشكل يدل على أنه ارتدى على عجالة ولم يفكر جيدا، لذلك اختلف عن الآخرين. رقم 14. من الذي سيبقى على قيد الحياة؟ رقم 15. كان هناك حمار يقطع نفس المسافة يوميا، وعندما قسنا المسافة بواسطة عداد للخطوات اتضح أن إحدى قدمي الحمار قطعت مسافة 30 كيلومتر، بينما قطعت قدماه الآخران مسافة 31 كيلومتر. فكيف حدث ذلك؟ في الواقع حل هذا اللغز هو أبسط بكثير مما قد يبدو للوهلة الأولى. الأمر يكمن في أن الحمار كان مربوطاً في عمود وكان يسير كل يوم على شكل دائرة، وبالتالي فإن قدميه البعيدة عن العمود هي التي قطعت المسافة الأكبر من قدميه القريبة، لأنها قطعت مسافة دائرية أكبر، لذلك ظهرت تلك النتيجة الغريبة. لا تنسى أن تكتب في التعليقات عن عدد